من البداية الصهيوني تفاهم مع الأمريكي على أن تكون أرض محروقة في لبنان وتتقاسم الصهيونية والأمريكية هذه الأرض، فالأمريكي يأخذ البتروكيميائيات والإسرائيلي يحتل الأرض. هل يمكن أن يتوقف الدعم عن الكيان الصهيوني؟ نعم. أمريكيا؟ طبعا لأن الأمريكي لا يدعم من أجل عقيدة أو من أجل وطنية أو من أجل دين، هو يدعم من أجل استثمار وأرباح يحصدها مع الإسرائيلي. واليوم الإسرائيلي لم تعد فائدة إلى نتنياهو، إلى أمريكا. نتنياهو الآن يستنزف من خلال هذه الحروب ويدفع إلى أنصار الله ويدفع في الحشد الشعبي لمواجهة الأمريكي، والأمريكي لا يواجه فقط عسكريا بل يواجه اقتصاديا من خلال استثماراته، وهذا هو العمود الفقري الذي يكسر لأمريكا في الشرق الأوسط حينما تستهدف أنصار الله بتروكيميائياته التي لم تعد بتروكيميائيات خليجية بعد الديون التي ركبت عليهم. لذلك كان واجب وقف حرب اليمن، لازم وقف حرب سوريا والتوجه باتجاه آخر، وخصوصا أن هنا في طهران بدأنا بالمفاوضات مع أمريكا أنكم إن ابتعدتم عن الصهيوني ممكن أن نفتح باب النقاش معكم، خصوصا بعد نجاح تواد المحتجزين. تمام. هل هناك مفاوضات الآن جارية؟ هل هناك الآن مفاوضات جارية بشأن إيقاف الحرب على غزة وعلى لبنان؟ غير مجدية وليس هناك فائدة منها، لأنه لا الإسرائيلي موافق على المقترحات الأمريكية ولا الأمريكي لديه ضمانات، فبالتالي كل ما يطرح. لذلك نحن نقول للأمريكي بصفة غير مباشرة، إن فشلت بعملية إيقاف الحرب أخرج منها، ابتعد عن المعركة، وقف الدعم السلاح، وقف الدعم الدبلوماسي، وخذ صف مع الأوروبيين وادخل في الغيبوبة واتركنا مع الإسرائيليين منفردين. ها هم الأمم المتحدة الآن في حالة حياد، كن حياديا وابتعد عن المشهد، ونحن نستطيع أن نخلص مشاكلنا مع تل أبيب وننهي عليها، ولكن دون تدخلك، لأن في وجودك في المعركة أنت تعرض نفسك من محور المقاومة لتكون بنك أهداف، وأنت أسهل من الإسرائيلي.